بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 74. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد توصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، إلى آخر السورة، سورة النساء. فقوله سبحانه وتعالى لن يستنكف المسيح، الاستنكاف معناه الأنفة والاستكبار، أي المسيح عليه السلام لا يأنف ولا يستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فهو عبد لله ورسول من عند الله كإخوانه من المرسلين. وجميع الخلق كلهم عباد لله، العبودية العامة والعبودية الخاصة. العبودية العامة لجميع الناس، كلهم عباد الله، مؤمنهم وكافرهم كلهم عباد الله، بمعنى أنهم ملكه وعبيده، ويتصرف فيهم وتنفذ فيهم أقداره، ولا أحد يمتنع من ذلك. وهذا كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وكما في قوله تعالى: كل له قانتون، أي خاضعون ذليلون. هذه العبودية العامة. وأما العبودية الخاصة فهي الخاصة بالمؤمنين المسلمين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى كما أمرهم، ويتقربون إليه بالطاعات، فهذه عبودية خاصة يدخل فيها الملائكة عليهم السلام، فهم عباد مكرمون. يدخل فيها الرسل والأنبياء، كلهم عباد لله سبحانه وتعالى. يدخل فيها الأولياء والصالحون، كلهم عباد لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنهم يعبدونه ويتقربون إليه. ولهذا لما كان قوم يعبدون المسيح وأمه والعزير، قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم عباد لله، يعبدون الله ويفتقرون إليه ويخافونه ويرجونه، فكيف يدعون مع الله سبحانه وتعالى؟ ففي قوله تعالى لن يستنكف المسيح، والمراد بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام، أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي الملائكة على علو منزلتهم وقربهم من الله عز وجل، هم عباد أيضا ليس لهم من الأمر شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا في الملائكة عليهم السلام، فهم لا يستنكفون ويستكبرون عن عبادة الله. ثم إنه سبحانه وتعالى توعد من استنكف عن عبادة الله وأنف منها واستكبر عنها الوعيد الشديد، فقال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. يحشرهم يعني يجمعهم في مكان واحد، الأولون والآخرون، الكفار والمؤمنون، يحشرهم جميعا، يجمعهم سبحانه وتعالى من أولهم إلى آخرهم، لا يغادر منهم أحدا، بل كلهم يحضرون هذا الحشر
وكلهم يواجهون الحساب والجزاء على الأعمال، فسيحشرهم إليه جميعا. ثم فصل سبحانه وتعالى في شأنهم فقال: فأما الذين آمنوا بالله ورسله فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فهو إذا جمعهم سبحانه وتعالى فإنه يفرق بينهم ويزايل بينهم، ويكون فريق منهم في الجنة وفريق في السعير. فأما الذين آمنوا بالله ورسله فيوفيهم أجورهم، فأما الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فيوفيهم أجورهم، يعطيهم أجورهم وافية ويزيدهم من فضله، يعطيهم أجورهم على أعمالهم لا يبخس منها شيئا، ويزيدهم من عنده سبحانه وتعالى جزاء من عنده زيادة على أعمالهم، وذلك بالمضاعفة للحسنات، حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. هذا جزاء الذين آمنوا بالله ورسله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، وهم الذين كفروا بالله، استكبروا عن عبادته سبحانه وأشركوا مع الله غيره، أو أنكروا الرب سبحانه وتعالى، وهم الملاحدة، لأن هؤلاء أصناف، منهم من هو ملحد لا يقر بالرب سبحانه وتعالى وإنما يقر بالطبيعة والحياة والموت فقط، وهؤلاء يقال لهم الدهريون. ومنهم من يؤمن بالله ربا لكنه يشرك معه في إلهيته وعبادته، وهم المشركون. ومنهم من يظهر العبادة ويبطن الكفر، وهؤلاء هم المنافقون. فهذه الأصناف كلها، الملاحدة والمشركون والمنافقون، كلهم من وتيرة واحدة وجزاؤهم واحد، ويدخلون تحت قوله الذين استنكفوا واستكبروا، فيعذبهم سبحانه وتعالى عذابا أليما، يعذبهم وعذابا مؤلما شديدا، ولا تنالهم الرحمة من الله سبحانه وتعالى، فحقهم العذاب الشديد المؤلم دائما وأبدا، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إذا وقعوا في العذاب الأليم يوم القيامة فلا يجدون من ينصرهم ويدفع عنهم، ولا يجدون من يتولاهم، لا يجدون من يتولاهم ولا من ينصرهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق كلهم عباد الله جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى ذكر المصير في هذه الآية: فسيحشرهم إليه جميعا، وأن الكافر مهما تمادى في كفره فليس بمهمل، والمؤمن مهما عمل من الطاعات فإن الله لا يضيعها، بل هو يجازي كلا بعمله، وهذا من عدله سبحانه وتعالى. فالجزاء عدل منه سبحانه، والمضاعفة للأجور فضل منه سبحانه وتعالى، فكله راجع إليه، ومرد العباد إليه يرجعون. فلا مفر للكافر والمنافق والمشرك والعاصي، لا مفر لهم من الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يستحضر لقاء الله، وأن يستحضر هذا المصير،
فيستعد له بالأعمال الصالحة والتوبة من الأعمال السيئة حتى يوافي هذا اللقاء وهو على أحسن حال وأسر بال هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع المسلمين التوفيق للعمل الصالح والتوبة النصوح. صلى الله وسلم على نبينا محمد.